حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وهذه التغطية المباشرة من منتدى الفجيرة الثقافي في دورته الثانية طبعا، وضمن طبعا إن شاء الله راح يعلن أيضا في هذه الدورة عن أسماء الفائزين في جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، ومستمرين أيضا مع ضيوفنا الكرام في هذه التغطية المباشرة. معنا الآن طبعا الأستاذة باسمة يونس، كاتبة وروائية إماراتية، حياك الله معنا، سعيدين بوجودك. مرحبا نورتينا. الله يعطيك العافية. ما زلنا طبعا حديثنا عن الأسطورة، بنتكلم عن الأسطورة وأثرها في الأدب. الأسطورة تأثيرها كبير في الأدب، يعني يمكن هذا المنتدى سلط الضوء على أهمية الأسطورة فعلا، اللي يعني في عليها جدل لحد اليوم، الجدل القائم الذي يعني لن ينتهي أبدا، إن هل نحن فعلا بحاجة إلى أسطورة في الأدب، وهل الأسطورة تفيد الأدب أو تخدمه، أم أن الأدب يخدم الأسطورة بإظهارها في على بالشكل التي تقدم فيه. طبعا الأسطورة لها جمالية، أنها أولا فعل إعجازي، لكنه يخدم رغبة الإنسان في أن يتفوق أو في أن يعني يحقق المستحيل اللي هو لا يزال مستحيل. عندنا في الأساطير القديمة العنقاء والخل الوفي، كل هذه الأمور اللي دفعت الإنسان إلى أن يتحول إلى راغب في البحث عن هذا المجهول. طبعا الأسطورة في الأدب دخلت في المسرح، دخلت في الشعر، في قصة الطفل، خصوصا قصة الطفل، هذا كان حديثنا. نعم، الجلسة الثانية كانت عن أسطورة في قصة الطفل، وتم التركيز على إذا كانت يعني هناك يعني قدرة على أن نستعيد بكل الأساطير اللي تلبية يعني المطلوب في تقديمه للطفل. بطبيعة الحال من الصعب في عالمنا العربي بشكل خاص أن نضع أساطير اللي يعني خصوصا التي يعني تتعلق بالديانات، الأساطير التي تتعلق في الإعجاز اللي مستحيل واللي نحن كبشر ما نقبله فكريا، لأن الطفل ممكن يصاب بحالة يعني فوضى ذهنية، إن أنا يعني صح إن الحيوانات تتكلم في قصة الطفل، ولكن بطبيعة الحال يعني إذا الأهل أو المعلم يوجه الطفل إن هذا مجرد قصة لخدمة الهدف المطلوب منا، لأن الحيوان ما يتكلم طبعا. ولكن يعني حتى تستمتع بعالم في قصص أحيانا يبينون أن الحيوان حتى هو أقوى من الإنسان أصلا. نعم صحيح، وهي في النهاية في أهداف، الهدف الرئيسي أن هناك صراع بين الخير والشر، والهدف كذلك تعزيز القيم، والقيم تتعزز من خلال العلاقات بين الأفراد، وصعب يمكن أن تتكلم عن أشخاص معينين، نتكلم عن الحيوان، نتكلم عن بعض الأساطير. أستاذة باسمة، يعني هل بالضروري أو من الضروري أن نعرف الأسطورة أنها فقط مرتبطة بالخيال وغير واقعية، أم أن هناك ربما يعني نربط الأساطير أو نوضحها ونعرفها أو جزء منها على الأقل مرتبط بالواقع؟ هي كان في لنا يمكن جلسة اليوم تكلمت الدكتورة سعاد عن أن الأسطورة ممكن الشخصية تكون واقعية، واقعية وحقيقية، ولكن ما ينسج حول هذه الشخصية هو الأسطورة أنه يعني حقق، نعم حقق معجزات، يمكن حقق المعجزة بطريقة عادية، ولكن تنقل للعامة أو للجمهور أنه سوى معجزة إلهية يعني متفوقة أو شيء غير لا يصدق. في النهاية كلمة أسطورة هي كصفة أو كمعنى، الأسطورة تعني شيء يعني مش متحقق، وشيء إعجازي، وشيء يعني مستحيل، فيعني خلنا نقبلها بهذا الشكل لأن ونستمتع بها، ونستمتع ليش لا. أكيد نعم. أكيد خلينا نتكلم، كون اليوم الجلسة الأخيرة في هذا المنتدى، خلينا نتكلم عن منتدى الفجيرة الثقافي في دورته الثانية، رأيك فيه؟ نعم، منتدى الفجيرة برأيي حقق يعني نجاح مميز، وهذا مش كلام لأن هذا متحقق فعلا وشفناه على أرض الواقع. يمكن الجميل في دولة الإمارات
أنها من أول السنة تبتدي من منتدى من أبو ظبي وأبو دبي والشارقة، يعني على طول إمارات الثقافة. نعم، على طول السنة تلاحظي أننا في حالة زخم ثقافي. صحيح. ممتع، وتنوع في الشخصيات وفي الحضور، وتنوع في الأفكار والمجالات. صحيح. فالمنتدى هذا سد ثغرة بين الإمارات أيضا. أنها دخل بقوة جائزة، بقوة حضور إعلامي، وبقوة الأشخاص المتواجدين، متواجدين شخصيات من الأدباء من العالم العربي، وجميعهم أسماء قرأنا لهم أو يعني استمتعنا فيهم كشخصيات بعيدة، يعني مش أساطير، ولكن أصبحوا أمامنا ومعنا، ويعني متعونا في هذا المنتدى. سادة بسمة، يعني إذا بنتكلم عن الأسطورة أو الأساطير في المخزون وتاريخ العربي، هناك مخزون كبير وموروث رائع، ولكن في المقابل نتحدث عن الواقع أيضا. هل الشباب العربي والأدباء العرب حاليا عملوا على إظهار هذا الموروث بطريقة يعني حديثة وعالمية لكي يظهر للعالم؟ وهل المجتمع العربي بشكل عام، يعني هل هناك وجهة نظر من قبلك أنت، يعني هل ترين أن هناك وعي تجاه هذه الأساطير من قبل المجتمع يتقبلها أو لا؟ أعتقد أن الشباب يعني وعيهم أكبر مما هو متخيل. في عندنا كتاب رواية من عالمنا العربي، مش بس في دولة الإمارات وحتى في دولة الإمارات، يعني أدخلوا الأسطورة بأسلوب ذكي، بتقنية جديدة، يعني في كتابة بأسلوب جديد. وكما تكلمنا أن الشباب أصلا يصنعون أساطيرهم الخاصة، ويصنعون موروثهم اللي في يوم من الأيام سيتحول إلى موروث للأجيال القادمة. فهذا شيء جميل. يمكن يعني جمالية أو جمال الموروث والتراث والأسطورة أنها تنمو مع الحياة وباقية للأبد، لن تنتهي أبدا. والفكرة الأجمل أن الحداثة ما تستطيع أنها تتعدى على الموروث أو على الأسطورة أو على التراث، ما تتعدى عليهم، ولكن تنقلهم بوعاء جديد. يعني يمكن الحديث عندنا التطور التكنولوجي، تطور التكنولوجي ما له علاقة في المحتوى، تطور التكنولوجي وسائل وعاء لنقل. نعم، المحتوى عند الأديب والكاتب والشخص نفسه إلى الآن. فنحن لدينا القدرة على أن نملأ هذه الأوعية بمحتوى عظيم، أن يصل إلى الشاب إذا يحب يتصفح الكتاب على الهاتف، ولا ليش لا. لكن نساعده أن الكاتب مثلا المهتم يضع محتوى جيد يوصل للجميع، يكون أفضل وأسرع. أكيد. إذن هل الشارع العربي، إذا تكلمنا عن الشارع العربي، الشارع العربي أصبح شارع مثقف، يجد الحلول لأي مشكلة يصادفها؟ الشارع العربي مثقف من زمان، وهذا كلمة إن العربي لا يقرأ، العربي هذا اللي نسمعه مش صحيح. يعني أنتوا أمامي الآن يعني شباب ما شاء الله، وعندكم حضور إعلامي كان أيام زمان يمكن كان صعب، ما شيء هذا الحضور. فهذا التطور الإماراتي أثبت للعالم أن هناك قدرة على أن الإنسان أو الفرد يحقق أشياء كانت بعيدة عنا. والتمكين، ويعني عندنا مفردات في الإمارات، الإبداع والابتكار والتسامح. صحيح. والسنوات هذه اللي وصلت إلى العالمية، لأن الناس الحين تتكلم عنها. نعم. ويكفي أن رمزنا يعني المغفور له الشيخ زايد ترك أيضا سلسلة من الرموز اللي نعيش عليها ونتواصل معها، والله يحفظهم قادتنا. يعني كل شيء يتعلق في الثقافة في الإمارات له شخصية تقف وراءه. نعم. ودور بارز، ونحن يعني نتمنى أن نتمكن أن فعلا نستمر معهم بهذا المجال ونحقق شيء. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء أستاذة باسمة يونس، كاتبة وروائية إماراتية. شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا جزيلا لكم. مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل، مستمرين في تغطيتنا لمنتدى الافتراء الثقافي في دورته الثانية.